الخامسة من التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم، نحييكم سيداتي وسادتي ونستهل النشرة بالعنوان: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا. ووزير التموين يتفقد عددا من المشروعات في الشرقية من بينها مراكز لتقديم الخدمات على بطاقة الدعم. تفاصيل نشرة مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم. أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأول من امتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في مادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيا في المدارس وورقيا لباقي الفئات التي لم تتسلم التابلت. وقام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بجولة تفقدية في عدد من مدارس المحافظة للإطمئنان على سير الامتحانات التي تجرى في لجان مراقبة ومؤمنة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الوجود داخل المدرسة. كما بدأت اليوم امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، هذا ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي والصف الرابع الابتدائي غدا أول امتحانات لهم وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم. كما أدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية اليوم الأول من امتحاناتهم المؤجلة للفصل الدراسي الأول. وقام دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة في جامعتي عين شمس والقاهرة برفقة رئيسي الجامعتين، حيث تفقد لجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم. جولة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل عدد من لجان الامتحانات، بدأها بجامعة عين شمس عبر كلية طب الأسنان، واطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر وارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. فإحنا هممنا جدا أن نطمئن على صحة وسلامة الطلاب وتواجدهم داخل الحرم الجامعي في كل الجامعات المصرية. إحنا النهاردة إذا كنا موجودين في عين شمس والقاهرة، ولكن إحنا متابعين من خلال غرفة العمليات كل الجامعات على مستوى 27 محافظة، والحقيقة من أول إجراءات الدخول على البوابات لحد أعمال الامتحانات وانتظامها، الإجراءات الاحترازية من قبل الجامعة ومن قبل الطلاب، لأن الإجراءات الاحترازية ليست من وجه واحد، لازم الطالب نفسه هو داخل يكون عنده الوعي. واحنا الحقيقه على مدار العام اللي احنا فات علينا اتعلمنا كتير، والولاد اتعلموا كتير ازاي يتعاملوا بداخل قاعات الدرس وقاعات الامتحانات على الاجراءات الاحترازيه. كليه طب القصر العيني بجامعه القاهره كانت الجوله الثانيه لوزير التعليم العالي، حيث اجرى حوارا وديا مع عدد من الطلاب واطمأن على استعدادهم لاداء الامتحانات وبدايه الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة الالتزام من جانب الجميع بمتابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجة الحرارة لتجنب انتشار فيروس كورونا. إجراءات احترازية بمعايير عالمية، التزام كامل بقرارات الحكومة المصرية بإجراء الامتحانات. جامعة القاهرة أيضا لديها فرصة الامتحانات أونلاين لأسباب كتيرة جدا. أول شيء لأن اللوائح التعليمية عندنا نجحنا في تطويرها، بحيث أصبحت كل اللوائح التعليمية لجامعة القاهرة 1325 لائحة تسمح بامتحاناتهم أونلاين. عاملين كذا محطة بحيث أنه ما يكونش فيه تزاحم، بتتقاس درجة الحرارة، المطهرات موجودة، تعيم المدرجات حصل، الطاقة الاستيعابية للمدرجات عشان الامتحانات نزلنا بيها أخباك للنص عشان نحقق التباعد أخباك بين الطلاب. انتظام لسير الدراسة والامتحانات على مستوى كافة الجامعات وسط التزام من الجميع بإجراءات السلامة والصحة. انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول على مختلف الجامعات المصرية وسط إجراءات احترازية ووقائية شديدة الصرامة، تبدأ من خارج الجامعة عن طريق قياس الحرارة، مرورا بهذه الإجراءات داخل اللجان من حيث ضرورة ارتداء الكمامات ومسألة التباعد الاجتماعي، حرصا وحفاظا على سلامة وصحة القائمين على منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية. من جامعة القاهرة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. كما انتظمت لجان امتحانات نصف العام الدراسي الجامعي بجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. مع بدء امتحانات العام الدراسي 2021 للتعليم الجامعي،
أدى طلاب الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل إجراءات طبية واستثنائية لأداء الامتحان. دي البوابة بيتم قياس الحرارة لكل طالب هو داخل، التأكد من ارتداء الكمامة أو الماسك. من ضمن الإجراءات الاحترازية المهمة أن احنا أغلقنا الكافيتريات، كذلك في عربات إسعاف ووحدة طبية بجوار البوابة، وكذلك وحدات طبية بجوار اللجان الامتحانية، عشان يعني لا قدر الله لو حد تعرض لشيء بيتم قياس الحرارة ليه، وطبيب بيشوف ايه الحالة بتاعته ويقدر يشخصها فيها. من 7:30 موجودين عشان دخول الطلبة، لا الساعة 10 من تلا بقى دخول اللجان والتأكد على المسافات اللي موجودة بين كل طالب والتاني. ودي كلها مش مجرد اليوم، لا احنا حضرتك احنا فيه سيستم اتحط ونظام اتحط، وان شاء الله نتبعه على مدار الثلاث اسابيع القادمة. اللجان الطبية بمختلف الجامعات حرصت على تقديم التوعية للطلاب باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. بنتبع على اهتمامات اهم حاجه دي اول ما دخلنا، بس ومبعدين الطلبه عن بعض. الامتحان النهارده كان سهل الحقيقه، الحمد لله. يعني احنا كنا خارجين فرحانين خالص من الامتحان، ويعني الحمد لله كان في مستوى الطالب السهل، يعني المتوسط واقل من المتوسط كمان. بصراحه يعني كل حاجه بره تمام التمام. ولما دخلنا جوه في اللجنه كان في تباعد كتير، لا كان في يعني كان في اجراءات كويسه جدا لينا، ان احنا كان لازم في تباعد ما بيننا والاجراءات لا تمام، والامتحان بصراحه كان جاي كويس جدا. استعدادات واجراءات وقائيه اتخذتها الجامعات كافه لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الاول والعمليه التعليميه، اضافه الى حمايه صحه الطلاب. محمد محروس، التلفزيون المصري. المزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم. مساء الخير أستاذ سيد. أستاذ سيد هل تسمعني؟ مساء الخير. أيوة فندم، مساء الخير أستاذ سيد. كيف يعني كان سير اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، وهل لاحظت او شابت او كان اي يعني هناك اي معوقات شابت سير العمليه عمليه الامتحان؟ الامتحان تم اليوم للصف الاول الثانوي في مادتي اللغه العربيه والاحياء. وكان الطلبه اشتكوا في بدايه الامتحان من مش كل الطلاب، يعني في بعض المحافظات، من سقوط السيستم بتاع الامتحان. ولكن مع مرور الوقت الأولاد دخلوا وبلغت نسبة حتى اللي دخلوا على الامتحان 89.1%، ودي عدد كبير بالنسبة لأول امتحان وأول تجربة للسيستم في أول يوم امتحان. وبالنسبة للأحياء يعني تطورت العملية وبقت أفضل بعد معالجة السيستم بتاع الامتحان. كم استغرقت عملية إصلاح هذا العطل أستاذ سيد؟ يمكن استغرقت يمكن حوالي ساعة يعني أو مش أكتر من كده، لأن حتى الوزارة يعني مدت المدة شوية لغاية الساعة 12 ظهرا بالنسبة للغة العربية، والدنيا مشيت كويسة يعني. وكان في تعويض للوقت يعني اللي هو الساعة تقريبا. وحتى مطلع. هو في بيان من دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم تحدث فيه ان الطلبه اللي هم حدثت عندهم ظروف وبيتعمل لهم محضر، والمدارس بتحدد لهم ميعاد اخر لدخول الامتحان. يعني ما فيش طالب بيتضرر في مصر من اي معوقات الكترونيه او لظروف مرضيه او لاي ظرف من الظروف يعني. فده واضح، وده هنلاقي ان النسبه غدا ان شاء الله في امتحان الثانيه ثانوي بعد ضبط السيستم، اعتقد هتكون نسب الحضور والدخول على المنصه اعلى من النهارده اليوم، باعتبار ان اليوم اول يوم. وكان تخوف اولياء الامور عامه بشكل عام الطلاب الثانوية العامة. هي النقطة الأساسية والمحورية اللي كان أولياء الأمور يعني في الفترة الأخيرة يتحدثوا عنها، إنه خايفين على أولادنا من انتشار الفيروس لأن ممكن يكون في تكدس أو في عدم تباعد. لكن يعني حضرتك بعد ما تابعت اللي حصل النهاردة والمشهد، هل رصدت الالتزام
من قبل الطلبة ومن يتابع تطبيق الطلبة لهذه الإجراءات الاحترازية حتى نطمئن السادة أولياء الأمور؟ لا لا لا، فعلا كان في إجراءات احترازية كبيرة جدا، وده اللي مركز عليه، يمكن مركز عليه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا للكوفيت، إن هي أهم حاجة الإجراءات الاحترازية، وفي تعليمات موجودة في داخل المدارس وفي تعليمات مع المعلمين ومع الطلاب نفسهم. يعني حتى أولياء الأمور نفسهم هم دلوقتي أكثر خوفا على أولادهم حتى من الدولة، فهو مش هينزل ابنه مش معاه الكمامة بتاعته، مش معاه المواد الطاهرة أو الكحول، يعني هو نفسه حتى بيديله تعليمات قبل ما ينزل من البيت. فهنا الإجراءات والمدارس يا أستاذ سيد بتوفر أنه يبقى المكان ما بين الطالب والآخر أنه يبقى فيه يعني مسافة كافية طبعا. ده تعليمات كمان عليا، مش مجرد كلام، يعني إجراءات عليا من اللجنة العليا لكوفيتو، هي اللي بتحدد الظروف والتباعد ما بين الطلاب. هي العملية ما بتتمش كده بشكل عشوائي، ولذلك انت لو تلاحظي ان ما فيش طالب بيمتحن، ما فيش سنتين دراستين بيمتحنوا فيهم واحد. اليوم بسنة دراسية فقط. واحدة. عشان ما يكونش فيه تجمع، يعني غدا هيكون في امتحان الصف الرابع الابتدائي. في داخل حتى يكون المدارس. هناك ضمان انه الفصول تبقى مسخرة او يعني لعدد معين، ما يبقاش الاعوام كذا كذا يعني صف يعني دراسي يمتحن في نفس اليوم. عشان ما يكونش في اكثر من صف دراسي في اليوم الواحد في داخل المدرسه الواحده. فشيء طبيعي ان الاعداد الكبيره دي هتجعل انه هناك في احتكاك، في تقارب، في عشان كده لما توضعت الخطه لوزاره التربيه والتعليم او خطه التعليم العالي، وكان النهارده الدكتور خالد عبد الغفار كان في جامعه القاهره بيتفقد امتحانات الجامعات كمان، واركز اول شيء ركز فيه وهو عمليات التباعد والاجراءات الاحترازيه. طب على ذكر كلمه التباعد والاجراءات الاحترازيه يا استاذ سيد، يعني احنا النهارده بنتكلم اولياء الامور عندها تخوف من وجود ابنائها داخل اللجان او الاحتكاك، هم نفسهم بقى اولياء الامور بخارج المدارس او خارج يعني ينتظروا ابنائهم لحين الخروج من الامتحان، زي ما اعتدنا هذا المشهد ان بيبقى فيه برضو اعداد كبيره خارج المدارس. يعني هم اعدادهم اكتر من اعداد الطلبه داخل الفصل، يعني هم متواجدين بره، يعني فده مشكله كمان. ده في مشكله ثانيه كمان في وده ممكن مش وقتها، لان احنا اول يوم امتحان التكدس في داخل السناتر، يعني انتوا رافضين مبدا ان المدارس تفتح ل وجود كثافات والخوف على يعني صحه الاولاد، وانتم بتدوم سناتر. نستطيع القول استاذ سيد انه المدارس وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي كان هناك التزام كبير من قبل الوزارتين في تطبيق الاجراءات الاحترازيه، والطلبه التزمت حقيقه بما هو موضوع لها. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الاهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، حيث نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت نقل التحيات إلى سيادته والتطرق إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما لمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة. من جانبه طالب الرئيس السيسي بنقل تحياته إلى أمير الكويت مهنئا سيادته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للكويت، مؤكدا متانة وقوة العلاقات بين البلدين. كما عرب الرئيس عن خالص تقديره لجهود الكويت الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي، كما أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. من جانبه ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحورية في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توافر الخدمات المختلفة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشددا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا من وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. أكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بخدماتها الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات، لا سيما في المناطق الحدودية والنائية. أعلن حزب حماة الوطن أنه يتابع ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقاري، والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون. وحالة القلق بين المواطنين من كثرة القوانين التي ترتبت عليها التزامات مالية. أشار الحزب في بيان له إلى سعيه لرصد الانتقادات وعرضها على المتخصصين القانونيين ليأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية لطرح التعديلات المناسبة، بما يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية، وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله. شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وضع حجر الأساس وتدشين المشروع العملاق تحيا مصر المنصورة، الذي يعد واحدا من أكبر مشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية. أكد وزير النقل أن اليوم هو انطلاق المرحلة التنفيذية لهذا المشروع القومي المهم، الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المملوكة للدولة في عواصم المحافظات كافة التي ليس لها نظير ظهير صحراوي لإقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين. تفقد دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من المشروعات التموينية بمحافظة الشرقية، حيث بدأ الجولة بتفقد التطوير بمطحن عرابي التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا بعد عمليات التطوير، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين لتطوير قطاع المطاحن لرفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم. ثم تفقد وزير التموين مركزي خدمة المواطنين لتقديم الخدمات على بطاقة الدعم. كما افتتح مصلحي يرافقه محافظ الشرقية مجمعا استهلاكيا، وتفقد أيضا مخزنا للجملة. أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس. يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاندسكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كيلومترات، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار. تفقد محافظ القاهرة المنطقة المحيطة بالتمثال، والتي تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، والتي تم الانتهاء منها في البداية لوجود هذا التمثال الأثري. رفضت المملكة العربية السعودية بشكل قاطع نتائج التقرير الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، قالت إن التقرير اشتمل على استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. أوضح البيان أن تلك الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت جميع الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون بها، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي. ومن جهتها أعربت الإمارات والكويت والبحرين عن تأييدهم لبيان الرياض، مؤكدين رفضهم
لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة. حفل مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوبيتش جميع الأطراف الليبية إلى التكاتف وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. في غضون ذلك حدد مجلس النواب الليبي الثامن من مارس المقبل موعدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. كان رئيس المجلس عقيلة صالح قد نفى وجود معارضة مسبقة لحكومة الدبيبة المرتقبة، معربا عن تطلعه إلى تشكيل حكومة مصغرة تضم كفاءات وممثلين من جميع أنحاء ليبيا. كما أكد عقيلة الإصرار على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارات الجوية التي شنها الطيران الأمريكي أمس على منشآت تابعة لجامعات مدعومة إيرانيا شرق سوريا كانت بمثابة تحذير لإيران التي تهاجم ميليشياتها أهدافا أمريكية بالعراق، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لن تفلت من العقاب وذلك على حد قوله. وكانت الضربات الأمريكية قد أسفرت عن مقتل 22 مسلحا عراقيا حسب المرصد السوري، فيما وصفته واشنطن بأنه رد محسوب على هجمات صاروخية استهدفت أمريكيين بالعراق. هذا وقد نددت الحكومة السورية بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا، مشيرة إلى أنه مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الجديدة وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. يأتي هذا بينما نفى الجيش العراقي تبادل المعلومات مع واشنطن حول الضربة الجوية داخل سوريا، ونددت روسيا بالضربات ودعت إلى احترام غير مشروط لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، بينما عربت فرنسا عن تأييدها للضربات الأمريكية في سوريا مشيرة إلى أنها جاءت ردا على الهجمات على التحالف في العراق. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن الضربات الجوية الأمريكية على فصائل مسلحة مدعومة من بلاده شرق سوريا تشجع الإرهاب بالمنطقة. وأضاف شمخاني خلال لقائه بفؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الذي يزور إيران حاليا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تعزز وتوسع أنشطة تنظيم داعش الإرهابي بالمنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواجه الخطة الأمريكية لإحياء الإرهابي في المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية كافة والخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة والوقوف على جاهزية ومختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمة المتميزة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لسيادته مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بما فيها المراكز الرئيسة للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة، وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه. نتابع.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7683 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1254 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8182 أرجيلة، إضافة إلى غلق 3917 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 86857 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 86160 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 697 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8640 قضية تموينية متنوعة، من بينها 176 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2926 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 395010 جنيهات. وتم ضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 46940 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8449 قضية تموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1253.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 330.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يقرب من 14.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 216776 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41356 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6386 من قائد مركبات، تبين إيجابية عدد 429 سائقا منهم، كما تم المرور على 200 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 688 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 13 سائقا منهم. كما تم فحص 690 حافلة مدارس، تبين مخالفة 187 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2452 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81971 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61,473,300 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1768 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,543,299,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا. ماسبيو.إيجي للمزيد. سيدتي والسادة، نشرة الخامسة عرضنا لها من الفضائية المصرية. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.